نعم قطر هي من تاجر بدم الشعب السوري ولم يكن لها دور يعني للأسف الشديد دور يعني يذكر لها بالخير في الملف السوري. نحن نحمل حكومة قطر كل ما يجري في سوريا من دمار وسفك الدماء وكذلك بدعم هذه المنظمات الإرهابية وما تم في سوريا من سواء بالمدن الأربعة وفي جنوب دمشق وكذلك في جنوب مدينة حوران بدعم المثنى الإسلامي الذي هو الجزء الأساسي لجيش خالد الوليد الذي يقاتل اليوم المدنيين وفصائل الجيش الحر.